ويمكن لأني بعشق الحلوين جاي تصلي بقلب محرابك من جنوب لبنان لي ما بيلين هني بحلاكي كل أنسابك من الأرز من شمخة جبل صنين ضوي يا عراق كل أعتابك. هي زيارة الأولى للعراق البلد الشقيق الحبيب بلد الثقافي بلد التعدد الثقافات وخاصة اكتملت الصورة وضحت أكثر من جهة البصرة هذه المدينة أو هذه المحافظة اللي هي تاريخ عريق الحمد لله انه وجدنا فيها كل الثقافة كل الشهامة كل الكرم وهذه الاحتفاليات اللي نحن بنفتخر فيها. انا جيت من لبنان حامل اسم بلدي اللي افتخر فيه لبنان جيت من جنوب لبنان جيت ممثل عن منتدى حرف ولون الثقافي بشخص رئيسه الدكتور عماد ترحيني وجيت حامل اسم شعراء لبنان حملوني كل التحية والسلام. أنا أفتخر أني أنا موجود بين إخواني في العراق في البصرة بالتحديد هذه النخبة الثقافية العظيمة وحق جعل من الطور منجة وعلي الحبة من النيران من جاء شخصكم من حضر الهنا من جاء سر القلب وين روح يسوي من تمر سلم كذب نتشفى بيه حكي الشمال هاي تالية التعب قليبة منكم هاي زاد حي ولا تسأل علي شاشن هنف علمات من تبشب وفاته طفل ومتيه هلف وياه اليمر لازم عباته وانا ما لترك وحب وترك وحب هذا اللعب مو من هوات. طبعا اليوم البصرة تحتفي بشاعر ضيف من لبنان شاعر شعبي يعرف العراق غني عن بهذه المواهب وخاصة بالقصيدة الشعبية يعني كان في غاية السرور والسعادة أنه يتواجد به شعراء العراق. أيضا بالنسبة أنه كبصريين إحنا نرحب وإحنا البصرة معروفين أنه بالكرم واستقبال الضيف فكان حقيقة محطة اعتزاز أنه وكان شيء يضاف أنه والنتاجنا والنشاطنا بنفس الوقت أنه شاعر مبدع وله الكثير من المنجزات داخل بلده من أغاني وأيضا كلمات ممسرحة ومنتجة مسبقة. أنت من إخوات كان أرفع الديوان الأول وانصب الثاني بمكان يا مضاف عن المحبة ومو مضيف أنت إلي أنت عن حب ظلم جان أنت أكبر واو من واو الجماعة وربما واو يجي بعدة معاني معنى منهن استضاف أنت أكبر واو من واو الجماعة وربما واوك يجي بعدة معاني معنى منهن تستضاف وما تضاف لكن تضيف الرصيدك شوق متمد بصواني ومعنى آخر هو أصعب معنى عندي أنت مجرور على فقرك هيك أشوفك من مكان جملة منفية شطبتك من حياتي يا جزم مجزوم من قلبي وحناني لن ولا لم لو تمني أقعد الدربك يوم في النوبة ثاني حتى الاستفهام ما يفهم وجودك قل لي أنت شلون أفهمك حتى سخر لك لساني يا جمع تكسير قلبي أنت لون النزوة من عندك الله هي فكرة تعشيق وتواصل بين البلدان العربية ومن ضمنها لبنان استضفنا الشاعر اللبناني علي ناصر باسم مؤسسة الجميع وأقمنا أمسية في العاصمة بغداد واليوم حطر حالة في مدينة الثقافة والعلم والفكر البصرة الفيحاء مدينة الكرم والشهامة وقيمة هذه الأمسية برعاية جمعية الأدباء الشعبيين فرع البصرة وبالتعاون مع المكتبة المركزية ومؤسسة الجميع للثقافة والفنون هناك تعشيق ما بين شعراء العراق والشعراء الدول العربية مثل لبنان ولدينا أيضا هناك أيضا فعاليات قريبة إن شاء الله بإقامة نشاطات ومهرجانات ما بين البلدين إيش ما أقول إنساك يمنعني الفضول ويرسم عيوني قلق على الشاشة
مو هو شعرك يركضوا خلف الخيول وسد شده ولا شده بماشي عيونك تروح بكتب اهل العقول جينا نتراهن امس غباشه كنا ملتزمين اخلاق واصول انت جيت وصلنا مسح الشاشه شوف شكلك عود هم مثل الشكل تروح لك فدوه الف فراشه اظن رب خلقك باربع فصول ونصبك فوق الخلائق باشه دير بالك تطلع تصير مهبول عين لي بشافتك نهاشه رادوا يذبحون حصتك تشرسوا وانت انقذته ولمت مفاشه وقلب على الحزن والهم تعود من الماتوا ودعتهم ما يردون على العدلين هذا الثوب الاسود من شمالنا من عز تنورين من بقاع حلمه يمخر عبابك من ضلوع بيروت اللي مأمورين رشيت عطر الطهر بعبابك وحتى من ثياب اللي معجونين بتراب موطننا إذا تعريت تعيش برجع بلبس ثيابك وارجع بلبس ثيابك